أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أي إنسان حتى لا يعترف بالله هذا مجبور أن يعترف أخيرا بالله. قل من بيده ملكوت كل شيء. ملكوت يعني ملك القوي. أكو فرق بين الملك الضعيف والملك القوي. الملك الضعيف بأيدينا نحن، أنا أملك الدار، أملك السيارة، أملك كونديشن، أملك الزوالي، هذا الملك بأيدينا، لكن هذا ملك ضعيف. فوقنا مالك يملك ملكا أقوى من عدنا، هذا يسمى بالملكوت. قل يعني يا رسول الله اسأل من هؤلاء الذين ينكرون الله من بيده ملكوت كل شيء، يعني الملك الحقيقي والقوة الحقيقية له. مجبورون شنو يقولون؟ يقولون بأيدينا كذب، مو بأيديهم. الإنسان الشيء الذي بيده إلى غاية الحدود من الضعف. تملك دنانير هذا لا شك فيه، لكن هذه الدنانير بالليل احترقت، شو تسوي؟ تتركها؟ تملك جمال والعياذ بالله سقطت من مكان ووجهك تشوه وأجره العملية ووجه مشوه. كان عندنا الله يرحمه في كربلاء سيد وحاجي يعرفوه، فرد واحد يسمى مشتعلي، اللقب المخصوص كان له. هذا في الحقيقة أنا مدة ما شفته، مشتعلي شير يسموه، فرد مدة ما شفته أنا، فرد يوم شفته شفت صاير صغير ووجهه فرد شكل عجيب حقيقة عجبه. ها سلام عليكم أهلا. قال أغا أحواله مني مبورسي ما تسأل أحوالك؟ قلت ما أدري عني، جاء أسأل أحوالك ما أشوفك. قال أنا سقطت من فوق ودون المستشفى وعملية وواجهة غير شكل. يمكن تذكرون تملك جمال، صحيح تملك جمال، لكن جمالك بيدك؟ أبدا مو بيدك. صح الآن أنت جميل تملك قوة، هل قوتك بيدك؟ أبدا. نحن نملك لكن ملكا ضعيفا، وغيرنا يملكنا ملكا قويا. نملك الصحة، احنا هل ملكنا للصحة ملك قوي؟ ابدا مو بايدينا. انسان يبتلى والعياذ بالله بفرد مرض احذق الاطباء لا يعرفون علاجه. فرد قصة قبل مدة صارت في طهران، في الحقيقة قصة عجيبة، اليوم نسخة مكررة من القصة نقلوا لي في الكويت، اليوم بالذات. أنا دائما وقت اللي يودوني للمغتسل أصلي على ميت أسأل على أنه هذا بشنو ميت؟ شباب، شيخ كبير، رجل، امرأة، خصوصيات، أسأل حتى أعتبر، وحتى على قول القدامى قطن الغرور نطلع من إذن ليكون الإنسان مغرور. في طهران قبل مدة حدثت هذه القصة، قبل تقريبا سنة، فرد تاجر كبير يمشي في الشارع، ونقلت الصحف في نفس الوقت، يمشي في الشارع تاجر كبير ثري ويلا وسيارة وفلوس، أوه تاجر كبير تعرف كل شيء. هذا قام يمشي في الشارع سقط، هو ما عرف شنو سبب سقوطه، لأن الإنسان اللي يسقط سبب سقوطه هي معثرة أو فرد واحد يدفع أو هواء اعتباطا سقط. هو سقط، هسه السقوط شيء بسيط كل واحد يسقط. جماعة كأنه ويا شالو، هو من سقط تكسرت رجله هنا؟ ماكو سقوط مبرر لكسر الرجل. فرد سقوط بسيط وتتكسر رجله شيء عجيب، تكسرت رجله. هذول أربعة خمسة إجوا يشيلوه، كسرت هنا ماله بالشيل شتفة تكسر. عجيب شيء، صاحوا تاكسي سيارة يريدون يخلوه بالسيارة، هالرجل الثاني انكسرت. حقيقة عجيب،
ودول المستشفى هل ايد انكسرت هل ايد انكسرت يقيسون انكسر قزاز قزاز هاي قزاز. الاطباء قالوا على انه نحن لا نملك علاج هذا الرجل ولا تقدرون ان تذهبوا به الى اي بلد اخر لان تشيلوه يتكسر. هذا هو عظام 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 شايف بقي هناك في المستشفى الى ان مات. فلوس عدة، ثروة عدة، مقنع عدة، أصدقاء عدة، لكن يشيلوا يتكسر. اليوم أنا هاي القصة أنا كنت سامعها وشايفها قبل سنة ما أكثر. اليوم شفت هالقصة. اليوم صبح ودوني إلى مكان مغتسل نصلي على ميت الله يرحمه. سألت من واحد فتحت شخص وياي بالسيارة. سألت منه هذا شنو مرضه؟ قال فرد مرض عجيب. شنو المرض العجيب؟ قال رجليه يقيسوه يتكسر وجابوا له أطباء بالحوش صور رجليه سلة حديد حتى هو ما يتحرك السلة الحديد يحركوه مع ذلك يتكسر. وأنا كنت شايف هالشباب شاب هو عمره 35 سنة هالشكل قبل سنة شفته أبيضاني جميل شعر كذا ولد بالجوازات هو فسد حسن يقول يا الله يحفظه يقول لي على أنه هالجمال اللي شفته كل راح وجهه الكبر الرقبة ماله عود ورجليه هالشكل صار بيها حتى ما يتمكن يتحرك يحركوه بالسلة. سيد حسن يقول قبل هالحادث ودوه إلى لندن. لندن قالوا ما عندنا علاج. لندن وأطباء وفلوس وعلى حساب الحكومة الكويتية والتي تبذل ولو 20,000 دينار 50,000 دينار لشفاء مريض قالوا ما نملك شفاء. فهل نحن نملك شيئا؟ الذين يتصورون أنهم يملكون شيئا هؤلاء في غفلة ما نملك شيء. الآن رحنا ويا جماعة ما أدري أحدهم موجود هنا ومو موجود هنا رحنا إلى فاتحة عبد الخضر رحنا إلى بيته راح إلى هند يقول هو عائلته يقولون عزيهم هذا يقول راح إلى هند وبارحة من الهند مخبر على أنه أنا باشر أجيب الطائرة وإذا بعد دقائق تلفون ثاني أنه مات بالجكة القلبية وجناس يجيبه. فهل نحن نملك؟ الله هو المالك للنفع للضر للمال للجمال للصحة للتقدم لكل شيء. لذا علينا دائما أن نتوجه إلى الله وحده وحده. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة الرسول فتح مكة هذا لا شك فيه مع 10,000 جيش وقضى قضايا معروفة. مع ذلك المؤرخون يذكرون حتى المؤرخين من المسيحيين الذين لا ينصفون بعض منهم الإسلام يذكرون أنه ما رؤي فاتحا أكثر تواضعا منه. فاتح لكن متواضع. لما فتح مكة الرسول دنق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم تواضعا لله حتى وصلت جبهته إلى قربوس فرسه. هذا ماكو ليحل على الفرس مقدم ماله يسمى قربوس حتى وصل جبهته إلى قربوس فرسه من التواضع مو شكل قاعد وأنا فاتح وكذا وشي. ولما دخل الكعبة أخذ بعضادتي الباب عضادة أخذ بعضادة الباب وهو يقول لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يعني هو الذي هزمهم المشركين مو أنا. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أنت تنجح في المدرسة من الله تنجح مو دليل على أنه أنت تنجح. وإلا صديقة مثلك والتعب والسهر وركض رسب عندك صحة من الله عندك صحة عندك أمن يقولون الحكومة مسوية أمن صح الحكومة تسوي أمن لكن حكومة لبنان ما تريد تسوي أمن بيده مبلغ. حكومة زياد بري ما تريد تسوي أمن هم تريد مبلغ خلص.
مو كل شيء بأيدينا، احنا فرد شيء صغير بأيدينا. اولا يجب علينا ان نتوجه الى الله على طول الخط، في كلامنا، في سكوتنا، في حركتنا. كان فرد واحد خطيب عندنا في كربلاء، هذا صديقي اسمه سيد جواد، ما ادري شنو لقبه الله يرحمه، ويصلي ورا صلاتنا، يصعد منبر ومنبر كلش جميل عنده، وهو مخلوق وطيب وكذا. يقول على انه في طهران في ليله الاحياء، ليله الاحياء في شهر رمضان 19 21 23، من المستحب ان يرفع القران على الرؤوس، وبكى الله بمحمد بعلي بفاطمه 10 مرات 10 مرات للامام المهدي، هذا مستحب شرعا. فيقول ويطفون الضياء في هالمناسبة، حتى كل إنسان يتوجه إلى الله، لو يبكي كذا شيء ينظرون إلى هذول الجالسين. هاي قاعدة. يقول طفوا الضوء ومكبرة وراء حلقه ويتكلم، بك يا الله، 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 انتهى بمحمد 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 بمحمد، انتهى بعلي بعلي 10 مرات، بموسى بن جعفر 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 10 مرات بموسى بن جعفر. لازم شي يقول؟ لازم يقول بعلي ابن موسى. ما قال وين بعلي ابن موسى؟ شنو صار؟ افرض على انه كل لحظة فاصل اكو بين جملة وجملة، فاصل ما قال ما قال، فرد واحد قال اغا هم لبالهم نسية بموسى بن جعفر، بعدين بعلي ابن موسى نسيه ما قاله، ينتظروا قال اها نسيت علي ابن موسى، ما جواب، شب الضياء واذا ميت على المنبر خلصان بين موسى بن جعفر وعلي ابن موسى وطاير رايح. نحن كل شيء لنا بيد الله، عزتنا، مالنا، شبابنا، صحتنا، امننا، علمنا، حركتنا، قوتنا، كل شيء من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا مسك الضر وحاجة تروح وبك الله. شيخ حميد المهاجر ينقل فرد قصة جميلة الله يحفظه، يقول على أنه كان قبل كم يوم هنا ينقل، يقول على أنه عزمني في البحرين فرد واحد من السنة، وقال لي أنه تعال إلى بيتي وقرأ مصيبة فاطمة الزهراء. شلون هذا؟ يقول أصدقائي قالوا إيه هذا تاجر محترم، وفي مدينة عيسى، كنت منطقة في بحرين تسمى مدينة عيسى، لأن عيسى هو الأمير، هو باني هالمنطقة تسمى باسمه. يقول قال له تعال اقرأ هناك. يقول رحت وبيت تاجر وكشخة وشخصية وبعد معروف تاجر، وجماعة هم جايب شيعي قسم سنة قسم. يقول قال لي شيخنا أنا عندي نذر تقرأ لي قراية مصيبة الزهراء مثل ما تقرأ عندكم، اقرأ لي. يقول قرأت قراية الزهراء وهو هم هواية بكي، قام يبكي هواية، هو انت جار السنة، هو يقول قام يبكي هواية، بعده طعام ممتاز فاخر غدا، وبعدين بفلوس ممتاز لا بأس به. يقول قلت له على انه حجي اتك انا اسالك سؤال، قال لي قلت باي مناسبه قرات فاطمه الزهراء؟ قال نذر عندي. قال شنو النذر؟ قال الحقيقه عندي فرد نذر عجيب وقصه عجيبه، قصه جديده مو مال 20 سنه قبل. يقول انا عندي ابن وحيد او بنت ما ادري، هسه انا الشك مني منه، قال هو لكن انا الشك مني، عندي ابن صغير وحيد ما عندي غيره. فرد يوم أنا قاعد في البيت وإذا أهلي يصيحوني أم الولد، تعال شوف الولد شنو صار بي. يقول رحت شفت الولد مثل مخنوب، وجهه صاير مثل أسود ويقوح، وفرد شكل عجيب غريب مثل فرد واحد اللي جاي يخنقوه. قلت ها خيرا شنو صار بي؟ إنسان اللي عنده ولد واحد مهواية بعد أكثر يتحنن عليه. قالوا في الحقيقة هذا كان يلعب ب50 فلس، 50 فلس هذا يلعب، هذا الخمسين فرد مرة راح في حلقه. وهالشكل صار. يقول أنا عندي سيارة شلت وديت المستشفى، المستشفى قالوا كل شيء إحنا ما نتمكن نسويه،
إذا أكو فيها الشفاء والرجاء والنجاة في لندن. يقول الولد هم صاير وجهه أسود مثل مخنوق وعيونه تدمع وفرد حاله. بالسيارة رحت إلى المطار رأسا. في المطار سوينا شغلنا، ركبنا الطائرة، طائرة أكو من الصداف إلى لندن، ورأسا من الطائرة سيارة إلى المستشفى. أعرف لندن، هو يقول أعرف أنا لندن وخصوصياته، رحت إلى المستشفى. وهذا الولد هالشكل يترفرف على إيدي، يقول وديناه إلى لندن، دخلنا في المستشفى، الدكاترة اجتمعوا عليه، قالوا هذا علاجه الخمسين رايح في مجرى النفس، مو في مجرى الطعام. يمكن قسم أنتم قارين أو مقارين، لأنكم مجريان هنا، مجريان، مجرى إنسان يتنفس، هذا مجرى، ومجرى وقت اللي نشرب أو ناكل من ذاك المجرى الثاني يروح. وفرد إبداع هائل من الله في هذا المكان، أكو شرطة مرور، إيش وقت ما تريد تتنفس يتوخر حتى تتنفس، إيش وقت ما تريد تأكل طعام هذه يسد باب النفس حتى تأكل طعام من هذا المجرى. فرد إبداع عجيب، قسم القارين أو قسم اللي شايفين كلش إبداع هائل. هذا الخمسين رايح في مجرى النفس، هذا إذا ينزل جوه يموت قطعا، إذا يبقى هم هالشكل يموت قطعا. قالوا هذا علاجه العملية، إجراء العملية الجراحية، نفتح هنا ونطلع الخمسين، لكن نقول لك بالـ199 موت، بالـ101 نجاة فقط. يقول أنا وأمه، وهي تبكي الأمية والولد هالشكل. قال شو نسوي؟ قالوا إذا ما نسوي عملية بالـ100 موت، إذا سوينا عملية بالـ101 فقط نجاة. هذا هو. قال إذا شو عملية؟ شو أسوي بعد؟ لأن واحد بالمية 50 نجاة. وقع. يقول شال الولد ودوه إلى قاعة العملية. ولد صغير هو. ودوه إلى قاعة العملية. وأنا وأمي شنو صار بحالنا هناك؟ فرد مرة أنا فكرت الشيعة أصدقائنا وقت اللي يصير عندهم مشكلة يتوسلون بالزهراء صلوات الله عليها، خلي توسل. يقول ودوا أنا أدري 99% يعني موت، يجيبون جنازة ميت وقعت أنا، وبالـ101 يعني حياة. توجهت إلى فاطمة الزهراء هالشكل توجه، وأنا أبكي وأم تبكي. قلت يا فاطمة الزهراء إذا شافيتي هذا الشيء كما يقول الشيعة، أقرأ لك قراية هسه ما أدري، قال يعني كل أسبوع كل شهر كل ما أدري سنة، فرد شيء قال من هالقبيل. يقول أنا توجهت هالتوجه، وإذا أشوف الطبيب جاي يركض يجي يرجع، أنا قلت هو جاي يعطيني موته، لأن هو قال بالـ199 يموت وواحد يحتي ويشتفي. يقول أنا أخذت قلبي على أنه الآن يقول ميت، قال حجي تعال. يقول أنا وأمي هرولنا إلى غرفة العمليات، وإذا الولد سالم والخمسين قحطر قحة وطاير خلاص. وقالوا لي أنت شنو مسوي حتى هذا الشيء صار؟ قال لأن هذا الشيء ما يصير، هم الأطباء قالوا هذا الشغل غيبي، هذا الشغل اللي صار على هذا شغل غيبي. شنو سويت أنت؟ قلت واقع إحنا عندنا بنت النبي، النبي سامعين محمد، قالوا لي قلت بنت النبي وأنا توسلت بها. قالوا إيه هذا الشيء صح. الدكاترة قالوا هو مسيحيون، قالوا لأن هذا الكح ماله موضوع غيبي، مو موضوع أبدا مربوط بالجسم. يقول شلنا الولد، طيب كل شيء ما بي، رجعنا إلى بحرين وانتهى كل شيء. كل شيء بيد الله، الصحة، الغنى، العلم، المال، الولد، الجار الزين، الحكومة الزينة، الأمن، كل شيء بيد الله. أزمة الأمور، أزمة زمام يعني لجام، شايفين فرس يأخذون لجام ماله. أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. فالإنسان لازم ليه صور هو المالك، ليه صور هو الشخصية، ليه صور أنا كذا وكذا، أبدا. وإنما كلنا عبيد مربوبون، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
كل شيء من البيت. فلازم إنسان يكتسب لكن يتوجه إلى الله، يدرس يتوجه إلى الله، يشتغل يتوجه إلى الله، عنده مريض يودي المستشفى يتوجه إلى الله الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهالدكاترة وهالتشكيلات وكلها يقول من يقدر؟ خلاص من يقدر؟ عندك فلوس خلي يكون عندك مليون، من يقدر؟ وعلى هذا المعدل قل، الله تعالى يقول لرسوله قل للناس قل لهم هذا الكلام، قل من بيده ملكوت كل شيء، مالك لكل شيء، أكو غير الله تعالى؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هم يجابون لله. أولا فإحنا يجب أن نتوجه إلى الله في كل أمورنا. الشيء الثاني دائما يجب علينا أن لا نعصي الله تعالى، لأنه من الممكن إذا عصينا الله تعالى فالسطر من ذاك السطر العال، معصية دائما الإنسان لازم يتجنبها. ومو دليل الإنسان عصى هذا اليوم وما شاف السطر على أنه الله غفل عنه. كان عندنا فرد خطيب شيخ عبد الزهرة الله يرحمه في كربلاء، كان يقول الله يمهل ولا يهمل، تعبنا الله يمهل ولا يهمل، لأن الله ما يخاف تفوت الآن. كل إنسان ما يتمكن يهرب من حكومة الله تعالى أبدا، ما هروب عن حكومة الله ما، ولا يمكن الفرار من حكومتك شيئان. أولا كل عمل نقوم به نتوجه إلى الله وتوسل إليه، والشيء الثاني لا نعصي الله تعالى في صغيرة ولا كبيرة، لأنه من الممكن العصيان. فريد يوم أخذ خلاق خلاق خلاق، أكو قاضي عند الحكومات الغربية إذا وجدوا فرد مجرم شيء ما يأخذوا فورا، يخلوه أحيانا بعد 6 شهور بعد سنة بعد أكثر بعد أقل، يا الله أن يخلي ما يخالف ياسي، يخلي يوم يومين 10 أيام 100 أكثر أقل، فرد مرة يأخذ. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.